دابا رجلختي كان نسى صور الطوموبيل، كان ماشي حيدا. قلت له لا خليني نحيدو، كان مش تحيدا تم طمي كانت مركيه مركيه شحال في ايام ترانكات. هي ديك الساعه ملي بغات تحيدو، ديك الساعه الطوموبيل تمشي، ديك الساعه الطوموبيل زادت الطوموبيل مشات بيها. ديك الساعه هي غوتات، ديك الساعه وهي تلصق فيا بالحيط زيرت عليها. حيتاش كانت باركيه هايده مع الباب، يعني هذا كان معاهم، كان معاهم زيرت عليهم صافي. هذيك الساعه مشي شحال قلت لك، هو العول ملي كينزل العول كيتيبوا على باباهم، هو هز بنيته صغيره ونسى سارت في هذه، هو قال صافي نجيبو. قالت له لا انا هنجيبو هي، عاود زولت هذه ديمارات الطوموبيل. الطوموبيل عنده مخسره ديال الشريك، وكالت كالتها في الحيط، ودابا تحت الراجل ديالها من الكتفه ديالو. هو راجلها ملي كانت تيدو البنيته هرب السيده، طبقت مع الحيط، ما هي فوق منها شي كيقولوا دار غاز عليها، غاز عليها من لورا وعمل لوعه تلقوا وحيد على تلقوا مع شي تو. ها هو سينا يما هي، انا يما هي ديالي. كيفاش العلاقه بيناتهم؟ الله يا ولدي، انا كنت محمق عليها، بني محمق عليها، كيف حمق شي يتزوج بها، محمق على ولادو وعلى مراته. انا زينب عنده في الدم، هي زينب على حقها، قسما بالله انا زينب، قسما بالله انا راه راه كبيره ماشي نكذب عليك، راه اليوم الدنيا غدا الاخره نتحاسب على اللي كنقول كامل. انا بني محمق ما قال مرتهم ولا ولادو، قسما بالله. علاش بني عندي قتله؟ علاش عندي قتله؟ بني الحاجه مخيره يشريها لمراته، الحاجه يزولها بالجوع ديالو يعطيها لولادو، خصو ديما يشوف ولادو فرحانين ومزيانين ديما. انا بني كيتقاتل مع الزمن، كيخرج في الاربعه ونص الصباح، الاربعه ونص كيخرج مسكين، كي تسعود الليل على طرد الخبز يجيبو لولادو. رجل نعم الرجل ونعم الولد ونعم النسيب. من نهار تلاقات مع بنتي هادي 6 سنين ولا شحال، عمرو ما عقرها، عمرو ما جرحها، عمرو ما خلاها في قلبها، خصو هي يخليها فرحانه. هو ما عندوش الغرض، هو خيبقى يجيبو خاوي كيعطيه لزينب. زينب عنده هي هي المهمه، شي زينب هي المهمه. هاد الشيء اللي كسمعتو عليه وهاد الشيء اللي كيعلقوا عليه راه ما منو والو، راه ما كاين حتى شي حاجه، راه باري، راه حتى شي حاجه ما كاين. هاد التعليق وهاد الشيء راه ما كاين والو، كتاب عليه المكتوب هذا في قرار لحد الاجل. المهم السيد راه بريء، راه بريء بريء بريء، ما عندكمش ما قيدوا عليه، ما عندكمش ما تحسبوا عليه. هذوك اللي كيقولوا قتله، هذوك غير كيكذبوا، هذوك خصهم الحبس، هذوك خصهم يشكي بهم ويمشوا للحبس. هذوك كيعلقوا على السيد وهو في قرحته وفي كيف حالته، وهما كيعلقوا عليه وكيقولوا قتله. واش هو قتله؟ ما شافوا بعينهم، شاهد عليه، حاضر ليه، ما كاينش هذا الشيء، ما كاينش وهذا الشيء، ما كاينش منه ومن نوال. هذا الشيء اللي غنقول لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.